مفاجأة يا جماعة إن إحنا الحمد لله بفضل ربنا، وطبعا بفضل الدكتور وحبيبي وأخويا الدكتور عبد الله الهلالي، اللي قدر إن هو يكلمني ويقول لي إن هو عنده فكرة إن هو يعمل تطبيق عن أسئلة فارماكولوجي، والأسئلة دي زي التطبيق كده يبقى مسلي زي كده لعبة من سيربح المليون، زي يبقى فيه كده اختيارات وأنت تختار، ويبقى فيه تايمر كده، ويبقى يبقى حاجة مشوقة كده. وبالفعل لما كلمني طبعا الفكرة طبعا فكرة رائعة جدا، فكرة جميلة جدا. طبعا بالمناسبة إن إحنا كنا محضرين اصلا واحنا في شغلنا بنحضر اسئله ام سي كيو، يعني احنا في شغلنا في فارما تيوب في حاجات كده ما حدش يعرفها، يعني من ضمن الحاجات دي ان احنا بنعمل اسئله ام سي كيو، يعني ان شاء الله هيبقى في حاجه اسمها فارما جايد ام سي كيو بوك، كتاب كده فارما ام سي كيو فقط. الام سي كيو دي يا جماعه بنحضر لكميه كبيره قوي قوي من الام سي كيو، قلنا ان احنا نحط الام سي كيو دي في الابلكيشن، وان شاء الله هيبقى ايضا لما نخلص شغلنا هيبقى موجوده كمان في كتاب فارما جايد ام سي كيو. في حاجات طبعا بس ما حدش يعرفها طبعا ان شاء الله ننزل بيها ان شاء الله والناس كلها تعرفها، حاجات مفاجآت يعني، تطور كبير جدا ان شاء الله، بنأمل ان هو ينزل على خير وربنا يسهل لنا ونخلصه. نتكلم بقى على مفاجأة النهارده. فارما جايد ام سي كيو ده هو التطبيق اللي احنا اتعمل من كتاب فارما جايد ام سي كيو. طب كتاب فارما جايد ام سي كيو طبعا عباره عن ايه؟ عباره عن ام سي كيو اللي احنا من اشهر كتب الفارما على الاطلاق، ولكن الاجابه بتاعتها بقى من كتاب فارما جايد اللي احنا بنشرح منه، الاجابه بتاعتها كلها من كتاب فارماجاد. يمكن في بعض الشباتر جبنا شويه الام سي كيو دي وشرحناها في حلقات المراجعه، ولكن في شباتر كده ما اتكلمناش على الام سي كيو بتاعتها، ولكن يا جماعه التطبيق دلوقتي اي حد ممكن ان هو يحمله هيلاقي الاسئله اللي جمعناها كلها. طب جمعنا ايه؟ جمعنا اللي احنا شرحناه. احنا شرحنا لغايه دلوقتي كام شابتر؟ شرحنا لغايه الجي اي تي، شرحنا لغايه احنا عندنا الخطه بتاعتنا 20 شابتر، شرحنا لغايه الجي اي تي، لغايه الجي اي تي وجمعنا الحمد لله 580 سؤال ام سي كيو، ومتوقع لما نخلص ال 20 شابتر ان احنا هنعدي ال 1000 ام سي كيو، هنعدي 1000 ام سي كيو، دي كميه كبيره قوي من ام سي كيو. الام سي كيو يا جماعه مش عايز اقول لكم انا بقعد بالايام اقعد انقي فيها ونشوفها وفاتحين اكتر من مصدر نجمع منه اشهر الام سي كيوز، عشان كل الناس لما تيجي تشوف الام سي كيو دي يبقى عندها ايه؟ يبقى ان هي تحل، تقدر تحل، وان هي يبقى لما تيجي تخش الامتحان ما تبقاش متخوفه، يبقى هي حلت كذا سؤال قبل كده، حلت مش عارف الشابتر ده 30 40 سؤال، وابتدت ان هي يبقى عندها ثقه بالنفس. فده كل الهدف منها. الابلكيشن ده هيساعد الناس، الابلكيشن مجاني يا جماعه، اي حد هيحمله. ابلكيشن زي لعبه مسليه هيديك الثقه في نفسك، هتقدر تتعود على اسئله الامتحان، اي سؤال انت مش عارفه احنا بقى تتواصل معانا على جروب فارما جايد ديفلوبرز، واحنا هنقول لك الاجابه ايه، لان الاجابه في الفارما جايد ام سي كيو الكتاب كده الاجابه مش مجرد ان احنا بنقول سي او دي او كده، لا الاجابه بتبقى اجابه تفصيليه. تعالوا بينا نتعرف على التطبيق الجديد. هتخش على جوجل بلاي، والناس دول الناس اللي هم معاهم هواتف الاندرويد، الناس اللي مش معاهم هواتف اندرويد او الهواتف اللي هو ابل او النظام الاي او اس، للاسف يا جماعه التطبيق ده مش مناسب ليكم، التطبيق ده للاندرويد فقط، واحنا ان شاء الله دلوقتي بنحاول ان يبقى في حد فاهم في الاي او اس، لان الدكتور عبد الله شغال اندرويد بس، يبقى حد شغال في الاي او اس يقدر يخلي لنا التطبيق ده على الهواتف الابل. طب التطبيق يا جماعه هتخش على الجوجل بلاي، هتكتب فارما جايد ام سي كيوز زي ما احنا شايفين كده، هتبدا تلاقي الايقونه دي والتطبيق ده والشرح بتاع التطبيق كله موجود، حاول تشوف الشرح. بس يا جماعه ما تنسوش اعملوا لنا ريت وريفيو للتطبيق. ليه؟ لان احنا هتدعمنا بحاجه زي كده، هتدعمنا الاكونت بتاعنا اللي رافعين منه هيتم دعمه، وهيبقى كون ان انت تعمل النجوم دي تعمل تدينا كذا نجمه كده وتدينا ريفيو كويس، التطبيق ده هيتم دعمه كويس وهيبقى زي كده موجود كده بشكل كبير. الريفيو لو قل التطبيق نفسه هيبقى شكله وحش قوي في الجوجل بلاي، وممكن يتسحب من الجوجل بلاي. فيا جماعه ما تبخلوش علينا بحاجه بسيطه قوي، يعني انت دخلت يعني اعمل حاجه زي بسيطه، التطبيق فري بشكل كبير وتعبانين فيه جدا، والدكتور عبد الله تعب فيه قوي، والاسئله وضعناها سؤال سؤال ورجعناها سؤال سؤال، فيعني حاجه زي بسيطه قوي زي اللايك اللي بتعمله، ما فيش يعني اللايكات بتاعت اليوتيوب والحاجات دي، الحاجات دي بتدعم الفيديو وبتدعم القناه، يعني حاجات بسيطه قوي ممكن انت تعملها يعني عن نسيان ممكن ما تبقاش، بس الحاجات دي بتدعمنا قوي، بتدعمنا قوي في المواقع دي، في المواقع دي، ان الفيديو ممكن ما يتمسحش لو عليه لايكات كتيره قوي، ما يتمسحش لو عليه ديسلايكات كتيره وناس سمعته بس ما فيش حاجه، فدي حاجات من الحاجات اللي ده نظام الشغل على المواقع دي. فالريت ده يا جماعه مهم قوي والريفيو مهم. طب هتبحث فارما جايد ام سي كيوز، هتعمل له بقى ايه؟ هتحمله وتعمله طبعا، وتحمله طبعا كلكم عارفين الشغل ده. نيجي نشوف التطبيق يا جماعه، ده لما نيجي نفتحه. طب في ناس في دلوقتي مشكله واجهتنا في التطبيق، ان في بعض الناس معاها، بصوا يا جماعه الهواتف الاندرويد كلها حوالي 14000 هاتف،
هواتف الاندرويد كلها، يعني شركه مثلا سامسونج منزله مش عارف كام الف، شركه مش عارف كلهم بقى دول 14000، التطبيق ده بيدعم 13000 من ال 14000. تطبيق في على فكره يا جماعه في السوشيال، الدكتور عبد الله الهلال عمل لنا تطبيق فارما تيوب اللي بنسمع منه حلقات، تطبيق فارما تيوب بتاع الفيديوهات، تطبيق فارما تيوب بيدعم بشكل كبير. ولكن هنا الهواتف بتاعته فيها 1000 تطبيق، 1000 هاتف سوري، 1000 هاتف التطبيق ده مش بيدعمه. وللاسف هواتف مهمه قوي زي الجالاكسي اس والجالاكسي جراند 2 وحاجات زي سوري السامسونج جراند 2 والحاجات دي، فيها هواتف كده مشهوره للاسف التطبيق ده مش بيدعمه. فممكن تحمل التطبيق تيجي تفتحه يقول لك تم اغلاق التطبيق او حاجه زي كده. احنا دلوقتي التطبيق لسه نازل امبارح يا جماعه، الفيديو بتاريخ 24/1/2017، الناس اللي سامعه الفيديو، احنا بنتكلم بتاريخ 24/1/2017، تاريخ الابلكيشن ده نزل امبارح تمام. ولسه المشكله بقى لنا يومين اهو بنحل فيها، وان شاء الله ربنا سهل في خلال الايام دي هنحلها ويبقى التطبيق مناسب لجميع الهواتف بتاعه الاندرويد. الناس اللي هتحمل التطبيق وفتح معاه هيبدا يخش كده، ده اول حاجه هيشوفها، هيبدا يخش يدوس هنا، لو دخل هنا هيبدا يلعب اللي هو البلاي، هنبدا نلعب بقى بالاسئله، هنا الفيدباك، هنا الهاي سكور، لو انت عايز تنضم للجروب بتاعنا فارما جايد ديفلوبرز انضم هنا. الكاتيجوري بقى هم يا جماعه هم ال 20 كاتيجوري اللي هم الخطه بتوعنا في شغلنا في فارما تيوب وفارما جايد. ال 20 كاتيجوري او ال 20 شابتر: جنرال، اوتونوميك، اوتاكويد، كارديو، سنترال، نون سترويدال، هيماتوبويتك، والبون والجوينت والجي اي تي واليورينري تراكت. احنا هنا بنشرح في اليورينري تراكت، فبالتالي الاسئله واقفه لغايه هنا، اللي واقفه لغايه الجي اي تي. طيب لما نيجي نخلص شابتر اليورينري تراكت ونروح نجمع الاسئله ونحطها، هنحطها على الابلكيشن. طب ده معناه ان انت تمسح التطبيق وتنزله من اول وجديد؟ لا 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 خالص، ده السؤال اول ما بننزله بينزل عندك اوتوماتيك في التطبيق على طول، اوتوماتيك بينزل السؤال. وهنبدا نعمل لكم اشعارات، اشعارات ان في شابتر جديد اتفتح، يبقى الشباتر الباقي دي كلها مقفوله، ولكن ما تقلقوش بدون تحديث التطبيق خالص، ان انت ما تحدثوش، التطبيق اوتوماتيك بيفتح لنا، التطبيق شغال اونلاين، في سيرفر كده بنحط عليه زر وبيجي لك اونلاين. تمام، يبقى من هنا لغايه الاخر ده مقفول. ليه مقفول؟ لان احنا لسه ما اشتغلناش في الشباتر دي، الشابتر اللي بنعمله هنا. يبقى انت عندك هنا تقدر تستمتع دلوقتي ب 580 سؤال، بيتميز من الصعب للمتوسط للسهل. تيجي تخش مثلا، ده تكمله ال 20 شابتر، تيجي تخش مثلا على شابتر الكارديو فاسكر، هتلاقي متقسم الى سب كاتيجوري الادويه الانتي هايبر. يبقى انت عايز مثلا تذاكر ذاكرت انت الانتي هايبر تنسيف دراجز والدايوريتكس، فعايز تمتحن فيهم او تجرب نفسك، خش هنا وهتجرب الاسئله. يبقى احنا مظبطين الاسئله ومنظمينها كمان، مش حاطينها عشوائي كده اسئله فارما، لا ده احنا عاملين كل موضوع لسه اسئله بتاعته تخش، عشان ايه؟ يبقى انت لو بتذاكر في موضوع معين تقدر تعمل. يبقى دي السب كاتيجوريز بتاعه الكاتيجوري الرئيسي اللي هو الكارديو. طيب في حاجات ما بقاش فيها سب كاتيجوري كتيره زي الاوتونوميك مثلا، مش هنقعد بقى نحط لكل موضوع، لا بيبقى مقسمين لاسئله ايزي وميديوم وهارد. الايزي نجمه، الميديوم نجمتين، الهارد نجمه، ثلاث نجمات. طيب ولو كده كده احنا حاطين الاسئله الايزي لها نجمه واحده، يعني ده سؤال سهل في الكارديو، سؤال سهل في الكارديو، كده كده الكارديو مش متقسم ايزي وميديوم هارد، لا متقسم الى مواضيع. هتخش على الموضوع هيجي لك بقى الاسئله من ايزي لميديوم لهارد من غير تقسيمها كده، لو السؤال سهل هتلاقي نجمه، متوسط نجمتين، هارد ثلاث نجمات، ده شكل هتجاوب، المفروض تختار الاجابه الصحيحه. في تايمر هنا بعد، والتايمر ده عادي يعني ممكن توقفه عادي في السيتنج بتاعت البرنامج لو انت عندك سؤال تقيل محتاج تفكر شويه، ولكن لو انت بقى محتاج ان انت المتعه بقى وان انت تخلص في وقت معين وكده، لو انت عايز بقى تحذف اجابتين تحذف اجابتين، لو انت عايز تعدي السؤال تعدي السؤال، لو انت عايز 50 ثانيه اضافيه تعدي، ده لو انت عايز بقى تعمل تجرب اللعبه قوي ويعني تقيم نفسك بشكل صحيح. في النهاية ده سؤال تاني نجمة واحدة اهو، في النهاية لما تيجي تخلص خالص هيقول لك بقى ده انت اهي السؤال ده جاوبته صح والإجابة صح، هنا السؤال ده انت جاوبت غلط والإجابة دي غلط، الأحمر ده غلط ولكن الإجابة الصح كذا. طب لو انت عايز بقى تعرف تفصيل إجابة، ليه الإجابة دي غلط؟ أنا عايز أفهم ليه الإجابة غلط؟ سيادتك هتروح داخل على فارما جايد ديفلوبرز، ده جروب على الفيسبوك بيضمنا كلنا مع بعض كزملاء لينا مع بعض، قول لنا يا جماعة عايزين نعرف السؤال ده ليه غلط، وإحنا هنحاول نرد على حضرتك ونكتب لك ونشرح لك التفاصيل بتاعة كل سؤال. كده يا جماعه ده بالنسبه للتطبيق اللي احنا نزلناه الحمد لله، ونتمنى ان التطبيق يعجبكم، التطبيق مجاني بشكل كامل مجاني، ما تنسوش تعملوا لنا ريت وتدعمونا يا جماعه،